كفاياك قهوة بقى يا دناي، ويلا يلا عشان تتعشى. اتعشى؟ وقدرت تقوليها ياما؟ وقدرت تقوليها ياما؟ ليه يا ابني، هو كان ايه اللي حصل؟ ما انت طول عمرك بتتسرق، نسيت العجلة؟ عمري اللي فات كله كوم، وعمري اللي جاي بعد سرقة العربية كوم تاني ياما. ده إذا كان في عمر تاني. لا رد لقضاء الله. أيوة كده يا ابني، اذكر ربنا وافتكر إن ربنا لو خد منك العربية هعوضك بقاك. بقولك إيه يامه، ما تجيبليش سيرتها لحسن. بصي أنا مخنوق منها، هي واللي جابوها. ليه بس كده يا ابني، دي غلبانة. غلبانة؟ أنت مش شايفة أول يوم بس نقرأ في الفاتحة ها القاضي يقفل الجلسة، والعربية كانت هتولع بينا، وفي آخر اليوم تتسرق. ده ايه الغلب ده يا ربي؟ يا استاذ فتيح، يا استاذ فتيح، ده صوت الواد بسكليت. صبي لي قهوه تاني ياما. تعالى 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 يا بسكليت تشرب قهوه. بسكليت حرام العجله، والنبي ما انا سايباك، وكمان جايبيها لحد هنا. يا دمك يا اخي، يا نهار اسود، الحقنها يا استاذ فطين. محدش هيلحقك يا امي. يا امي سيبيه بقى علشان خاطري، ده الواد بسكليتة ده غلبان جدا، انت ما تعرفوش. انت ايه اللي جابك يا بسكليتة؟ ما انا عرفت ان العربيه اتسرقت، قلت اجي ابارك لك. الله يبارك فيك. ايه وعرفت منين؟ خلاص الخبر اتنشر؟ لا انا عرفت من اللي سرقها ده، كمان طالبك تروح له لحد عنده. هروح له هروح له هروح له هروح له، ويا ويله وسواد ليله، اما ندمته على اليوم وعلى الساعه وعلى الدقيقه وعلى الثانيه اللي فكر بس فيها انه يهوب ناحيه عربيتي. ومين حرامي الشوم ده؟ درغام. درغام؟ سبع الليل رئيس عصابه المطاريد وقطعين الطرق. اي نعم، هو يا ام فطين. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ده راجل شراني وقتل قتله ومحدش قادر عليه. لا مش عايزين العربيه، فداك يا فطين. فداك يا فطين ايه؟ وانا بشتري ياما كل يوم عربيه ولا ايه؟ لا بقولك ايه، البلد دي فيها قانون، وانا ممثل القانون، واقسمت على سياده القانون، واذا كان هو بقى عدو القانون فيبقى عدوي انا شخصيا، وانا مش جبان يا ام فطين. ان شاء الله. يعني ايه؟ يعني انا هروح له وهرجع عربيتي وبقوه القانون واعلى مفخله يركبه، واذا كان هو بقى درغام سبع الليل فانا فطين الليل واخره. اطلع بينا يا بسكليتة. انا معايا المفتاح اهو يا استاذ بلطجي، وقاطع طريق درغام. تعرف ده معنى ايه؟ معنى اني مش هرجع غير بعربيتي معايا. انا بقول لكم اهو. اهدى شويه يا استاذ فطين. السلام عليكم. اهدى شويه، ما تنساش ان احنا فاعرين الاسد درغام، والاسد نايم ومش عايز ازعاج. يعني ايه نايم؟ يصحى ويقوم يكلمني. اصحى درغام، البلد فيها قانون، وعربيات الناس مش لعبه. اصحى وواجهني راجل لراجل، انا مش خايف منك ولا من رجالتك. اصحى. ايه في البوك يا؟ انا مش ياض يا درغام، انا فطين علي حسين الجرحي، ومش هسكت يا درغام. يا جحش، امرنا يا معلم درغام. سكتوا عينيا. نتفاهم نتفاهم يا استاذ درغام، وحقك عليا حقك عليا. ولو حضرتك يعني عايز تنام اتفضل اتفضل نام، وانا ما وريش اي حاجه، انا هقعد هنا ون الصبح ده، حتى هنا ون الجو يعني يرد الروح. وعلى راي المثل تبات نار تصبح على خير. الحمد لله. يدوم يا رجاله، يدوم يا ريس درغام، يا قاطع طريق يا كمل. خف ايدك يا، ما اعمل ايه يا معلم، ما الموس اللي تلم. الموس برضو اللي تلم؟ ده انت لو كنت بتحلق له برجلك ما كانش حصل فيه كده. وانت ايه ده، مش وشك ده خالص؟
صدق صحيح اللي سماك جحش؟ المعلم درغام قال لك خف ايدك يبقى تخف ما تجحش. بس والله يا ريس درغام جدع وابن حلال وبيحبك. ايوه كده تعدل. يلا بقى اسيبكم انا بقى يا معلم درغام، والله الواحد ما عايز يسيب القعده الحلوه دي ابدا. بس هنعمل ايه بقى مشاغل؟ معلش يا معلم درغام هتعبك معايا، واحد بس من رجالتك يعني تبعته معايا يسلمني العربيه. سلام يا فيل، سلام يا ثعلب، سلام يا جحش. جنينه الحيوانات اللي انت قاعد فيها دي يا معلم درغام هتوحشني قوي. يلا بينا يا كلب. استنى عربيتك هتاخدها، بس اقعد عشان عايز اقول لك كلمتين. انت تؤمرنا يا ريس درغام؟ تؤمرني طبعا، ده احنا بقينا خلاص اهل مش كده يا جحش؟ نايم يا سيدي المعلمين. بقى عباس الحمار ده يا سيدي واحد من رجالتي. اه اكيد بقى الحمار ده اخوك الكبير يا جحش. اسمع، كان معدي على كمين بالليل في الطريق السريع، والكمين حب يوقفه، ضرب نار على الظباط. ضرب نار على الظباط؟ ده حمار حمار يعني، حمار حصاوي بجد. المهم هو محجوز دلوقتي وجلسته النهارده، وانا عايز اطلعه براءه، ومحدش هيطلعه غيره. قلت ايه؟ اطلعه من ايه يا ريس درغام؟ ليه 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 ليه؟ انت فهمتني غلط، انا بخدم القانون وبس، انما الحمار ده لا يمكن اترافع عنه، دي تبقى هزلت. الحمار ده بقى تجيب له دكتور بيطري، تجيب له عربيه كارو يسرح بيها، انما انا لا يمكن اترافع ابدا ابدا ابدا. ما تقول حاجه يا بسكليت للراجل الطيب اللي معاك ده، اللي خساره في الموت. بقولك يا استاذ فندم، كينج كونج اللي قاعد هناك ده مجنون، ممكن يتغدى بينا. مجنون على نفسه، مجنون على نفسه، انا مع القانون. طب اقعد بس كده يا استاذ فطين، وقت شويه. مش هقعد يا ريس درغام، ومش ههدى. انا خلاص يا سيدي العربيه بتاعتي ووصلت لي، يلا بينا يا بسكليت. اسمع يا استاذ فطين، المره الجايه مش هناخد عربيتك وبس، المره الجايه هناخد المحروسه والدتك، ومعاها قطر الندى خطيبتك، واحتمال يكون ابوها وامها معاها كمان. اسمعني انت بقى يا ريس درغام، انا ما بتهددش، ولو عايز تاخد ام قطر الندى حماتي خدها، ولو عايز تاخد ابوها كمان خده. اقول لك يا ريس درغام، لو عايز قطر الندى نفسها خدها، انا لسه ما خطبتهاش، دي يا دوبك قرايه فاتحه وما كملتش. انما اي حيوان من اللي موجودين عندك في الزريبه دي مس شعرة واحدة بس من أمي ست الحبايب هخلص عليه، ومن غير ما أسمي كمان عليه، وبرضه مش هترفع عن حمار. محكمة! أنا بقى أخوانا بعد إذنكم يعني، كل اللي شايل لي محمود وعمال يتفشخ بيه ويسمعنا أنات طول النهار يقفله، والشوشاية وكتر الكلام والراجل ما أحبش، إحنا هنا في محكمة. وانا مش كل يوم انا هقول لكم البقين دول ويتخزن من بقين تاني. محكمة! اتفضلوا استريحوا. ايه ده؟ فين المروحة يا سمير؟ المؤاخذة سيادتك المروحة بايظة، وانا شخصيا كتبت مذكرة، ونظر للعلاقات القديمة اللي بيني وبين الزملاء قالوا لي نعمل لجنة عشان خاطر التسابيق ونصلحها. عندنا كم قضية فرول النهاردة؟ يي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 
والمرق بتاعي ده؟ لا طمن سيادتك انا عامل حسابي. اتفضل يا مولاي. ماشي. يلا ابدا بقى عشان نخلص. قول واحد المتهم عباس سيد الجعيد وشهيده لمؤاخذة الحمار. موجود يا فندم. النيابة تتفضل. سيدي القاضي، كما هو مثبوت في تقرير النيابة أن المتهم قام بالاعتداء عمدا على كمين الشرطة وأطلق عدة طلقات نارية برشاش آلي غير مرخص كان بحوزته، وتم إثبات ذلك خلال محاضر الشرطة وشهود عيان رأوا الحادث وبمواجهة المتهم أنكر. لذا فالنيابة تطلب بتطبيق قانون العقوبات ولا تأخذكم بهما رحمة ولا رأفة بمثل هؤلاء البرتقية وقاطعوا الطريق. وشكرا سيد القاضي.
الدفاع. انت ايه الغلب ده يا ربي؟ ايه يا عباس ما معكش دفاع ولا ايه؟ لا معايا سعادة البيت، معايا دفاع، محامي قد الدنيا، قاعد هناك اهو. طب ما يومي يقدم نفسه ولا محتاج عزومه؟ انا عارف انها جلسه مش معديه. يا رب ما اشوف البيجامه. ايه يا استاذ فطيم؟ لما انت المحامي بتاع الراجل ما بتقومش تدافع ليه على طول؟ ما اصلي حضرتك يعني هي كرشة نفس حضرتك. كرشة نفس. اتفضل يا استاذ. والله الواحد ما عارف يقول ايه. نعم يا استاذ. انا قصدي حضرتك يعني في احيانا كده في ظروف يعني بتحكم على الواحد بتخلي الواحد يعمل حاجات كده يعني وهو كارهها ومش طايقها خالص. اختصر 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 وقول على طول الدنيا حر وما احناش طايقين. كلام يا استاذ ما تنطق، هو انت مش معانا برضك؟ بقول لك ايه ما تنهكش يا حمار انت ها؟ والجحش ده اللي قاعد يظاهر لي اقسم بالله العظيم هتفوسك رقصه ارجع الجحش صغير زي الجحش الكبير ده. ايه هي خناقه ولا ايه؟ انا اسف حضرة القاضي ما الحمار ده نرفزني يعني شويه. بقول لك ايه اديك بالفريق. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ شبشب بلاستيك؟ شبشب بلاستيك في المحكمه؟ بس من الغالي يا فندم. ما اصل ما هو لما ايه ده اللي انت لابسه تحت الروب ده؟ بيجامه. بس من الغالي يا فندم. بيجامه وشبشب بلاستيك؟ هي هي احنا في حمام عمومي يا فندم. يا فندم انا مش قادر اقول اي حاجه والجحش ده قاعد صغير لي كده انا مش طايق نفسي انا مكبر. بلا جحش بلا معزه محضر دفاعك ولا لا؟ الصراحه لا ومش طايق القضيه دي كلها وربنا اعلم باللي انا فيه. تؤجل القضيه ل 22 الجاري ربع الجلسه. بقى كده يا فاطين جايبني ترميني في دار مسنين؟ ياما تتقطع ايدي قبل ما اعمل كده. ما تشتر عليك ده ياما. انا جايبك هنا علشان دي دار المسنين اللي بتشتغل فيها قطر خطيبتي. قول كده بقى. هي اللي مواك وعايزاك ترمي امك في دار المسنين عشان تتجوزوا ويقلالها الجو. ياما تتقطع ايديها ورجليها هي وامها وابوها في لحظه واحده لو فكروا يعملوا كده. طب لما انت جاي تشوف حبيبه القلب جايبني معاك ليه؟ يا امي انا مش جاي لحبيبه القلب ولا حاجه، ثم ان هي خلصت شغلها من ساعه وزمانها روحت. انا جايبك معايا هنا هون علشان نسال عليها في مقر عملها ونتقص. نسال عليها؟ ما البنت طيبه وبنت حلال يا ابني. انا ما قلتش حاجه ياما، بس الله اعلم بقى بالنفوس. وبعدين دي جوازه يعني هيبقى فيها عقد وقايمه، وانا راجل محامي وعمري ما خسرت قضيه، يعني لازم اشمشم واللي اوله شرط اخره نور، ولا نترزي بيها بقى ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان. ايوه يا ابني. لا يا اخوي نتقص. وبالمره بقى ياما نتاكد من موضوع قدمها البقلاوه اللي موترني ده. ماشي يا فاطين يا ابني، بس هنسأل مين؟ يعني هي كويسة ولا لا يا مدام شهناز؟ أنسة إذا سمحت. أيوة يا أختي ده جواز. جواز؟ وملقاش غير دي يتجوزها؟ هما الشباب عمي ولا إيه؟ ليه يا أختي؟ هي مالها؟ ملة لما تململها، دي قرعة. إيه؟ قرعة؟ وقليلة الأدب ومجرمة ولسانها بتبر منها. بس باين عليها طيبة يا ست شهناز. بتمثل علينا ياما بتمثل. كملي يا شهناز كملي وبعبعي. وخطفت رجالة. استر على الولاية يا رب. وكل ما حد يبص لي ويعجب بيا تروح خطفها مني. ما اعرفش بتعمل سحر ولا ايه دي. وكمان بتاعت اعمال؟ ما تصدقوهاش. البنت شهناز دي كدابة. هو في زي قطر. اتجوزها يا ابني اتجوزها. ربنا يطمنك يا استاذ عبد العزيز. استني بس يا ام استني بس. امال ليه بقى شهناز يعني هتكذب؟ بتغير منها اكملنا قطر بتقعد معايا طول النهار. وليه بقى بتقعد معاك طول؟ يا استاذ عبد العزيز ركز بقى معايا وسيبك من المجله دي. ليه بتقعد معاك؟ بتقعد معايا تسليني تطقطق لي صوابعي تلعب لي في شعري ده احنا خلاص عنيين قوي. احنا كنا خلاص هنتجوز. تتجوزوا؟ وانت يا ماما مرتبطه؟ يلا بينا ياما نقوم قبل ما ارتكب جريمه. لا يا عينيا اقف عوج واتكلم عدل. لا يا اختي هقف عوج واتكلم عوج براحتي كله الا الكذب. يا شهر اهدي شويه. مهداش يا طنط غاليه والله العظيم ما كدبت.
صادقه يا بنتي صادقه. وشاهيناز وعبد العزيز هيتبلوا عليك اللي هي قطقوطه. ايوه صحيح، ده انا سامعاهم بودني. احترم نفسك. وهو حد قالك انه مش محترم يا ست الشعر؟ يا ست غاليه صلي على النبي، الست ما تقصدش سوء فهم. لا اقصد بنتي اشرف من شرف، وابنك اللي كلامه كتير ورغاي وجعجع. ايه انا جعجع يا شهر؟ عجبك الكلام ده يا عم عزوز؟ ما هي لو عامله لك اعتبار في البيت ده ما كانش صوتها يعلى. مش عامله لك اعتبار؟ اقسم بالله العظيم لو صوتك عالي انت عارفه ايه اللي هيجرالي. هتعمل ايه؟ اضرب يا اخوي، اضرب لك يا لمين، اضرب. ايوه اضربك، ما اضربكيش. خلاص خلاص يا عم عزوز، نستهدى بقى بالله كده. ما انت مش شايف يا اختي اللي ارميها بقى لحسن يطلعك وانت وليا. يا سلام، ما هو كله بسبب التافه ابنك. ايه انا تافه؟ الظاهر بقى انه كان لازم يضربك قلمين على وشي. بس ما اسمعوني، دي دار مسنين زي ما انتوا شفتوا. الست شاهيناز عندها عقدة نفسية، مش قادرة تتخيل انها كبرت في السن لانها كانت جميلة وهي صغيرة. والاستاذ عبد العزيز عنده مراهقة متأخرة، لسه بيعمل كل حاجة على انه شباب. وانا بقى اخصائية اجتماعية، يعني لازم اتعامل مع الناس دي كلها برفق وهودهم. او النبي يا فاطين، ربنا يشفيهم، ظلمتها يا دنايا. انا اسف يا قطر، انا بس الغيره هي اللي خدتني وعمتني حبتين، عشان كده بقى بقول لازم نعجل بالجواز. ايه رايكم الفرح يبقى الخميس الجاي؟ على بركه الله. يلا. ما ينفعش، علشان انا عندي حاجات ما خلصتهاش، فهنخليها اخر خميس في اخر الشهر. ليه بس يا ماما؟ الله اسكتي. وتسكت ليه؟ البنت عايزه تفرح. تفرح بس اخر الشهر. وليه بس اخر الشهر يا شهر؟ اسكت. هو كله اسكت اسكت اسكت. ايه مفيش حد عنده لسان في بقه غيرك ولا ايه؟ وبعدين هو انت اللي هتتجوزي ولا هي؟ واوعي يا شهر تقولي لي اسكت. مش شغلك. لا شغلي، والفرح يوم الخميس الجاي بعد اذنك عم عزوز. اخر الشهر، وقف عوج واتكلم عدل. لا يا حبيبتي انا اقف زي ما انا عايز، ان شاء الله هتقف على طراطيف صواب. انت مالك يا امالي يعني؟ سيبي ال 15 جنيه دي سيبيها. اوعى، انا مش هسيب حاجه. لا اوعي، انت مالك انت؟ احلى اتنين زبادي خلاط لاحلى غاليه في الدنيا. ايوه ايوه، امسحي بقى دموعك ولا كانك كنت بتعيطي وبتنهنهي من شويه. بس على مين يا غاليه، على مين؟ انا ما بعيطش ولا حاجه، ما انا زي الفل اهو. لا كنت بتعيطي. طب عيني في عينيكي كده يا غاليه. تلاقيكي بقى افتكرت اخويا شوقي وزمانك عماله تقولي بقى ايه، يا ما كان نفسي تتجوز انت وفاطين في ليله واحده، وحشتني قوي يا ابني. يعني ما وحشكش يا فاطين؟ ده كان حتى يبقى جنبك يوم فرح. وحشني طبعا يا ام فاطين، امال ايه؟ عشان كده بقى انا قعدت افكر واقدح زناده فكري في حل يمكن بقى المره دي نقطر فيه، لحد ما وجدتها. وحل ياما ايه عبقري. انا مش عارف كان تايه عني فين ده. قول بقى يا ابني وفرح قلبي. يا ست الكل، مش اخويا شوقي ده توامي وشبهي؟ ايوه طبعا يا ابني، وايه الذكاء في كده؟ ياما اصبري بس عليا شويه، يعني تلاقي دلوقتي اخويا شوقي سنه نفس سني وشكله نفس شكلي بالظبط. ايوه، فين الحل وحلقيه ازاي؟ هو ده الحل ياما. احنا بقى ان شاء الله هننشر صورتي انا في الجرنان ونكتب تحتها مفقود، ومن يعثر عليه له مكافأة كبيرة. مبوك كان عامل اعلان وهو صغير وما حصلش حاجة. ياما دلوقتي الوضع اختلف خلاص، احنا كبرنا. وبعدين انا ليا واحد صاحبي صحفي كبير جدا في المركز، انا ان شاء الله بكرة الصبح هروح له وهديله الصورة بتاعتي علشان ينشرها في جريدة زهرة الليمون. والجريدة دي مشهورة قوي يعني يا ابني؟ ضحكتني يما. طبعا مشهور جدا، دي جريدة اسبوعية. تخيل يا ست الكل ان السنة اللي فاتت بس وزعت 3000 نسخة، يعني مصر كلها هتقراها، مش اهل جزيرة الورد بس. يعني بعون الله الاعلان هينزل في جريدة زهرة الليمون، من هنا هنلاقي اخويا شوقي من هنا. يبقى على بركة الله يا ابني.
الله نسيتين يا ست الكل، نسيتين الكوبايه بتاعتك. الله زبادي بالخلاط، عسل عسل عسل. اتفضلي يا ست الكل. ايه ده يا ابني؟ ده زبادي بالخلاط اللي انت ماليه بيه الشفشق جوه المطبخ ياما. شفشق ده نشا عشان الرز بلبن اللي انت طالبه. نشا؟ ايه الغرب ده يا ربي؟ بس الكوبايه دي خفيفه. شكرا. الحمد لله. ندخل بقى يا استاذ صبري في المهم. ندخل. اتفضل يا سيدي. دي صورة اخويا وتوأمي، عايزها ان شاء الله تنزل عندك في الجريدة في الصفحة الاولى، وان شاء الله امي هتدعي لك قوي يا استاذ صبري لما يرجع. ما تقلقش يا فاطين، ده احنا اخوات، بس يعني انت عارف ان الاعلان في الصفحة الاولى هيكلفك كتير قوي. الجورنان دلوقتي بقاله اسمه وبيتخطف خطف من السوق. بسم الله ما شاء الله، ما تقولش الكلام ده قدام حد. واما بنعمة ربك فحدث. ونعم بالله. وبعدين يا استاذ صبري مش المهم الفلوس، يا ريت هم الدنيا فلوس كانت الدنيا اتحلت. المهم اخويا يرجع ان شاء الله بالسلامة. امسك يا سيدي. بسم الله ما شاء الله. واحد اثنين ثلاثة اربعة. ايه؟ 20 جنيه. ولما الاعلان ينزل ان شاء الله ليك زيهم. 20 جنيه؟ كتير مش كده؟ يا استاذ صبري ده احنا اخواتي يا راجل، حطهم في جيبك. وبعدين يعني هو انا لما هفنجر على مين غير على اصحابي حبايبي. استأذن انا بقى يا سيدي دلوقتي، لحسن الليل داخل عليا ولازم اروح البلد، لحسن امي تقلق عليا. سلام عليكم، مش هوصيك بقى. ها، مع السلامه. الله يسلمك يا استاذ صبري. ما حدش واد يشتري الجنان ده، احنا بعنا 15 نسخه بالعافيه وبالمحايله، مش كل يوم كده، حرام عليك. بتقول ايه؟ الجماهير خطفت منك النسخ وباكتر من ثمنها كمان. بعد كده يا مصري ثمنها يا استاذ صبري. لا بيقول لك خطفت النسخ. خطفت ايه؟ اهو ده الملحق. مع السلامه يا فاطين، وتاكد ان الصوره هتنزل بكره في الاعلان، ها، في الصفحه الاولى. مع انا السلامة. عايز اتاكد انه هيتباع يا استاذ صبري. تاكد انه اتباع بالفعل. مع السلامه، بكره هتلاقيه في محطه المترو. ما بركبش متروهات انا. هتلاقيه في القطر، هتلاقيه في الشارع. مع السلامه يا فاطين، مع الف سلامه. يا رضا يا رضا، كنت هتضيع ال20 جنيه.